بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 32. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات التي يرد بها على اليهود، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته بعباده جرت سنته سبحانه في أنه يشرع لكل أمة ولكل جيل ولكل رسول من الرسل ما يناسب أمته في وقتهم، ثم ينسخ الله جل وعلا شريعة ذلك الرسول بشريعة أخرى، يبعث بها رسولا آخر إلى قوم آخرين، لأن الناس والأمم والأزمنة والأمكنة تختلف. من حكمة الله جل وعلا أنه يشرع لعباده ما يناسبهم في كل زمان وفي كل مكان، ولا يبقون على شريعة واحدة من أول الخلق إلى آخر الخلق، لأن هذا لا يناسب لأحوال الناس ولأحوال الأمم، اختلاف الأزمان. فكان من حكمته سبحانه أنه يشرع لكل أمة ولكل رسول ما يناسب في ذلك الوقت، ثم ينسخه في وقت آخر، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وهذا شيء معلوم في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ناحية الحلال والحرام والأمر والنهي. أما العقيدة فهي واحدة، عقيدة الرسل لا يدخلها نسخ، هي عقيدة التوحيد، عقيدة واحدة، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العقيدة واحدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيد الله هو عبادته بما شرع في كل زمان، وكل زمان بحسبه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد،
والشرائع مختلفة. الدين يعني دين التوحيد والعقيدة، ما الشرائع وهي الأوامر والنواهي، فإنها تختلف باختلاف احتياج كل أمة. ما تحتاجه كل أمة يختلف عما تحتاجه الأمة الأخرى. هذا شيء معلوم، أن العقيدة عقيدة واحدة من أول الخلق إلى آخرهم، وأما الشرائع والحلال والحرام والأمر والنهي فهذا يختلف من حين لآخر بحسب احتياج الخلق. إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله جل وعلا بشريعة الإسلام، وهي الشريعة التي نسخت ما قبلها. شريعة الإسلام التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت ما قبلها من اليهودية والنصرانية وسائر نسخت ما قبلها، وهي لا تنسخ. شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرائع، ولا تنسخ إلى أن تقوم الساعة، لأنها صالحة لكل زمان ومكان ومتكاملة. منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهذه الشريعة صالحة لكل الأجيال ولكل الأمة من أولها إلى آخرها. لما كان اليهود ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بها، أنكروا النسخ وقالوا لا يمكن أن يقع في شرع الله نسخ، من أجل أن يبطلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو غرضهم، وإلا فهم يعرفون أن النسخ حق، وأنه موجود في كتبهم، موجود في شرائع الأنبياء، يعرفون هذا، ولكنهم قوم يجحدون. وهدفهم هو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنكروا النسخ ليتوصلوا إلى هذا الغرض، وهو الكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو غرضهم، مع علمهم بأن النسخ واقع وجائز، وهو موجود في شرائع في شريعتهم، يعلمون هذا يقينا. وهذا من جملة عنادهم وكفرهم بالله عز وجل وتكبرهم وحسدهم لهذه الأمة. قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأخبر سبحانه وتعالى أنه ينسخ ما شاء من شرعه لمصالح عباده، والنسخ له معاني في اللغة، يطلق النسخ ويراد به النقل، يراد به النقل. تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر، هذا بمعنى النقل. ويطلق النسخ ويراد به الإزالة، إزالة الشيء، كما تقول: نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل، أي أزالته.
ويطلق النسخ ويراد به الإبطال، إبطال الشيء، كما قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. ينسخ يعني يبطل ما يلقيه الشيطان من الوساوس ومن الأفكار الخبيثة والأقوال الباطلة، يبطله الله جل وعلا. والمراد من هذه المعاني في هذه الآية: ما ننسخ من آية، مراد به النقل، أن الله ينقل الحكم الشرعي إلى حكم آخر. ومن ثم قال العلماء في تعريف النسخ: إنه يقولون في تعريف النسخ: إنه نقل حكم إلى حكم آخر بدليل شرعي متأخر، نقل حكم إلى حكم آخر بدليل شرعي متأخر، هذا هو تعريف النسخ عند الأصوليين. إذن فالمراد بقوله تعالى: ما ننسخ من آية، أن الله ينسخ بعض آيات القرآن بآية أخرى، وهذا موجود في القرآن وهو على أنواع: تارة يكون النسخ لللفظ والمعنى، فينسخ الله الآية لفظها ومعناها فلا تقرأ ولا يعمل بها، وهذا مثل ما حصل في سورة الأحزاب. قال العلماء إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة في الطول، ثم نسخ الله منها ما شاء فلا يقرأ ولا يكتب ولا يعمل به، وبقيت السورة على ما هي عليه الآن، وإنها لمثل سورة البقرة أو أطول. هذا نسخ لللفظ والمعنى. ومنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا. فكان الرضاع المحرم في الأول 10 رضعات، هذا نصاب الرضاع المحرم في الأول، ثم نسخ ذلك وجعل 5 رضعات، واستقر الأمر على ذلك، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فهذا نسخ لللفظ وللمعنى. النوع الثاني نسخ لللفظ فقط مع بقاء المعنى والعمل به، فينسخ لفظه ولا يتلى ولكن يعمل به، فالحكم باق واللفظ قد نسخ. وهذا يمثلون له بآية الرجم: كان الرجم مذكورا في القرآن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت هذه آية من القرآن، ثم نسخ لفظها فصارت لا تكتب في المصحف ولا تتلى، ولكن حكمها باق وهو الرجم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان مما أنزله الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها.
وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه كان في كتاب الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا، فالحكم باق وهو الرجم في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا، هذا متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرجم ثابت ولا مجال لإنكاره. ولكن هو كان في آية نسخ لفظها وبقي حكمها، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الرجم بل كان يعمل به وعمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا مثال لنسخ اللفظ وبقاء الحكم، بقاء المعنى. القسم الثالث نسخ للحكم وبقاء اللفظ، نسخ للحكم مع بقاء اللفظ يقرأ ويتلى، وذلك مثل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ثم نسخ الله ذلك بآيات المواريث، جعل الله للوالدين الميراث بدل الوصية، فآيات المواريث التي في سورة النساء ناسخة لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالآية تتلى باقية ومكتوبة بالمصحف، لكن حكمها منسوخ. كذلك لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة الوفاة في أول الإسلام سنة كاملة، تتربص المتوفى عنها سنة كاملة 12 شهرا، ثم إن الله نسخ ذلك بقوله تعالى في الآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فحول الله عدة المتوفات من سنة إلى 4 أشهر و10، وهذا من نسخ التخفيف، هذا من التخفيف، فقد يكون النسخ إلى أخف مثل هذه الآية، هاتين الآيتين. قد يكون النسخ إلى أغلظ، قد يكون إلى أخف، وقد يكون إلى مساوي، كما في هذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ لا يكون إلى أقل في المنفعة، بل يكون إلى خير أو مماثل، ولا يكون إلى أقل في المنفعة. والله لا ينقل الناس من حكم ينفعهم إلى حكم أقل نفع، بل ينقلهم من حكم إلى حكم أنفع لهم، أو إلى حكم مساو للحكم الذي نقلهم منه. أما أن ينقلهم من حكم إلى حكم أقل منه نفعا، فهذا لم يقع في كتاب الله عز وجل. قد يكون النسخ إلى أثقل، مثل
كان الصيام في أول الإسلام يوم عاشوراء، فرض الله صيام يوم عاشوراء على الأمة يوم واحد، ثم نقلهم إلى صيام رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا نقل من أخف إلى أثقل، وذلك لأنه أعظم أجرا، لأن ذلك أعظم أجر للأمة. وقيل إن الصيام في أول الإسلام كان أياما معدودة، 3 أيام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، وكانت 3 أيام. ثم نسخ ذلك بإيجاب صيام شهر كامل. هذا نقل من حكم أخف إلى حكم أثقل، والحكمة في ذلك التدرج في التشريع، تدرج التشريع. لما ألفوا صيام يوم أو صيام 3 أيام تعودوا عليه، نقلهم إلى صيام شهر ليكون ذلك أعظم لأجورهم وأكمل في عبادتهم. قد يكون النسخ إلى أخف، مثل ما سمعتم من نقل العدة من شهر من سنة إلى 4 أشهر و10 أيام إلى أخف، على من باب التيسير، يسير الله لعباده، كما في قوله تعالى: إن يكن منكم 20، وكما في قوله سبحانه وتعالى، وكما أن الله أوجب على المقاتل المسلم أن لا ينهزم أمام 10، أن يثبت، هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فأوجب على المقاتل المسلم ألا ينهزم أمام 10، هذا في أول الإسلام. ومن انهزم أو تولى عن 10 فإنه يكون فارا من الزحف، ويكون مرتكبا لكبيرة. ثم نسخ الله ذلك بقولها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فأوجب على المسلم أن يثبت أمام 2 من الكفار بدل 10 إلى 2. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورحمة. هذا النقل إلى أخف. النقل إلى مساوي مثل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، هذا متساوي، نقله من بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة، والجهات كلها ملك لله سبحانه وتعالى، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فالبر هو طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء أمرك أن تتوجه إلى بيت المقدس أو أمرك أن تتوجه إلى الكعبة، أنت عبد لله، ليس لك اعتراض. فالذين أنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة يعترضون على الله سبحانه وتعالى، وإلا فالعبد المؤمن لا يشكل عليه هذا، لأنه يطيع الله جل وعلا.
همه طاعة الله، سواء وجهه إلى بيت المقدس أو وجهه إلى الكعبة، لا يعترض على الله، هذا هو المؤمن. أما المنافق وأما ضعيف الإيمان فهو يبقى يتساءل لماذا ولماذا، هذا ما هو مؤمن، إما أنه ليس عنده إيمان أصلا، وإما أن عنده إيمانا ضعيفا. أما المؤمن الإيمان الصحيح فهذا يتوجه حيث أمره الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما حولت القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يصلي إلى بيت المقدس، واستقبال بيت المقدس في أول الإسلام هذا ثابت بالسنة، السنة النبوية، السنة العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة بالقرآن، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا من نسخ السنة بالقرآن. ما كان من المؤمنين إلا أن امتثلوا أمر الله ولم يعترضوا، حتى إن منهم جماعة كانوا يصلون العصر إلى بيت المقدس لأنه لم يبلغهم النسخ، فجاء رجل من الصحابة ووقف عليهم وهم يصلون قال أشهد لقد حولت القبلة إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة وهم في صلاتهم، ما راحوا يقولون ليش ولماذا وكيف، لأنهم يطيعون الله سبحانه وتعالى ويعبدون الله عز وجل، هذا شأن المؤمنين. ما ننسخ من آية أو ننسها من النسيان، والنسيان المراد به الترك، النسيان يطلق ويراد به الذهول وعدم الذكر، ويطلق ويراد به الترك مع العلم، كما قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم، الله جل وعلا لا ينسى، فما معنى قوله تعالى نسيهم؟ الله ينسى، المراد بنسيهم يعني تركهم في العذاب، كما تركوا طاعته تركهم سبحانه وتعالى من رحمته وتركهم في العذاب. وإلا فالنسيان الذي بمعنى الذهول وعدم الذكر هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا، لأنه لا ينسى سبحانه وتعالى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن النسيان المراد به هنا المراد به الترك، فمعنى قوله أو ننسها أي نتركها ولم ننسخها، ما ننسخ من آية أو ننسها يعني نتركها ولم ننسخها أو لم ننزلها بمعنى الترك. وقرأت الآية ما ننسخ من آية أو ننسأها، ننسأها بفتح النون والسين وإسكان الهمزة، ننسأها من النسأ وهو التأخير، من النسأ وهو التأخير، ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخر نسخها، فهذا كله لله عز وجل، حق لله أنه ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء، كما قال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الأمر لله سبحانه وتعالى، ينسخ ما يشاء من شرعه ويثبت ويبقي ما يشاء، وذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فهو ينسخ إذا اقتضت الحكمة النسخ، ويبقي إذا اقتضت الحكمة الإبقاء،
فهو لا يعمل شيئا عبثا سبحانه وتعالى، وإنما كل أفعاله على مقتضى الحكمة والعلم منه سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. كما عرفتم أن النسخ إنما يكون إلى ما هو خير أو إلى ما هو مساوي، نأتي بخير منها أو مثلها. خير منها يعني في الأجر والثواب، أو مثلها في الأجر والثواب. وأما أن يكون ينسخ إلى شيء أقل، إلى شيء أقل ثوابا، فهذا لم يقع، وهذا لا يتفق مع حكمة الله، لأنه يريد الخير لعباده ويريد لهم المزيد، يريد لهم المزيد من فضله، ولا يريد أن ينقصهم سبحانه وتعالى. فالنسخ يدور على الخيرية أو على المماثلة، ولا يكون بالشيء النازل في الأجر والثواب. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة. وألم تعلم هذا استفهام تقرير، أي قد علمت أيها الرسول، قد علمت كل شيء قدير، فهو قادر على أن ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء، لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على اليهود الذين طعنوا في النسخ وجحدوه، هذا معناه الطعن في قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يؤمنون بأن الله على كل شيء قدير. ولو كانوا يؤمنون بأن الله على كل شيء قدير لعرفوا أن له سبحانه وتعالى الحق في أن يتصرف بما يشاء وما تقتضيه حكمته، لا حجر عليه سبحانه وتعالى، ولا اعتراض عليه جل وعلا. فهذا فيه رد على اليهود بالدليل العقلي، كما أن فيه الرد عليهم بالدليل الشرعي. دليل الشرعي وهو أن النسخ واقع في التوراة وواقع في الإنجيل، واقع النسخ واقع في الكتاب الذي معهم، وهم يعلمون ذلك. من ذلك قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل يعقوب عليه السلام الذي هو جد بني إسرائيل الذي ينتسبون إليه ويتسمون به، بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يعقوب الذي هو إسرائيل حرم على نفسه أشياء من الأطعمة، لحوم الإبل وألبان الإبل، لمرض أصابه عليه الصلاة والسلام، فهو حرم هذه الأشياء على نفسه، ثم إن الله أباحها بعد ذلك. فهذا النسخ واقع في شريعة التوراة، إسرائيل حرم أشياء والله أباحها في التوراة، أباح الطعام كله، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ستجدون أن ما حرمه إسرائيل على نفسه صار مباحا. أليس هذا من النسخ؟ هذا من النسخ. كان آدم عليه الصلاة والسلام يزوج الابن، يزوج ابنه من بنته، يزوج الأخ من أخته، هذا في شريعة آدم عليه السلام. ثم نسخ ذلك، حرم الله الأخوات على إخوانهن، هذا واقع في التوراة. التوراة أنه لا يجوز للأخ أن يتزوج أخته، هذا نسخ لما كان في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام، هذا موجود في كتابهم الذي بأيديهم. ونوح عليه الصلاة والسلام لما هبط من السفينة أباح الله له كل ما في الأرض من الحيوانات ومن معه، ثم إنه حرم أشياء بعد ذلك من الحيوانات
حرمت أشياء كانت مباحة لنوح عليه السلام ومن معه، فهذا دليل واقع في الشرائع السابقة على وقوع النسخ. هذا لا ينكره من يؤمن بالله عز وجل، لا ينكره إلا كافر أو مكابر مثل اليهود قبحهم الله. هذا من ناحية الشرع. الرد من ناحية العقل، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا دليل عقلي، ما دام أن الله على كل شيء قدير أمن ذلك النسخ، فهو قادر سبحانه على أن ينسخ ما يشاء ويقر ما يشاء، كل هذا داخل تحت قدرته عز وجل. ثم قال جل وعلا ألم تعلم، هذا إعادة للتقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، لما ذكر عموم القدرة ذكر عموم الملك، فكما أنه على كل شيء قدير فهو مالك لكل شيء، وإذا كان مالكا لكل شيء فالعباد عباده كلهم، يشرع لهم ما يشاء سبحانه، ولا اعتراض لأحد على الله جل وعلا. هذا دليل عقلي، استدل جل وعلا بعموم القدرة وعموم الملك له سبحانه وتعالى على جواز النسخ في شرع الله عز وجل، ما دام أنه على كل شيء قدير وأنه يملك السماوات والأرض ومن فيهن، فإنه هو الذي يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا كان له الخلق فإن له الأمر، والشرع يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يعترض عليه، ولا يشرع شيئا عبثا، وإنما يشرع لحكمة ولمصالح للعباد لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هذا دليل ثالث أيضا، دليل عقلي ثالث. فإذا كان ليس للعباد ولي يتولى شؤونهم إلا الله، فمن موجب ولايته على عباده أن يشرع لهم وأن يأمرهم وينهاهم، هذا موجب الولاية. أليس الولي والملك له أن يأمر في رعيته وينهى ويدبر؟ بلى، بحكم الولاية حكم الملك. فما دام أن الله هو الولي سبحانه وهو الرب، فله أن يشرع وله أن ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا اعتراض عليه في ذلك. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هل أحد ينصركم من دون الله؟ لو أرادكم أحد بسوء، من الذي يدفع عنكم السوء؟ من الذي يدفع العدو عنكم؟ من الذي يدفع المكروه عنكم؟ هل أحد ينصركم غير الله سبحانه وتعالى؟ ما أحد يملك هذا. فهذا فيه الاستدلال على وقوع النسخ بأدلة عقلية من كتاب الله وأدلة شرعية أيضا. ثم قال جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم تريدون، قيل الخطاب لهذه الأمة، يحذر الله هذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود في تعنتهم على موسى عليه الصلاة والسلام، فإن اليهود تعنتوا على نبي الله وكليم الله موسى بأنواع من التعنتات التي ذكرها الله في القرآن، أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، إلى غير ذلك من التعنتات، أنزل علينا كتابا من السماء. سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، وسألوا موسى أن ينزل عليهم كتابا من السماء فيه أسماءهم وأسماء قبائلهم وإلى آخره، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، سألوا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، يقولون ما نؤمن بهذا القرآن حتى يجي كتاب من الله إلى فلان بن فلان، إني أمرك أن تؤمن بمحمد. يقولون فإذا جاءنا كتاب من الله أنكم تؤمنون بمحمد فنحن نطيع بأسمائنا من الله إلى فلان ابن فلان، سألك الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك،
فقالوا أرنا الله جهرة، قلوا ما نؤمن بالله حتى نراه، هكذا تعنت بني إسرائيل. الله ينهى هذه الأمة أن تسلك مسلك بني إسرائيل في التعنت مع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يسألوه سؤال تعنت. وقيل الخطاب لليهود والمسلمين أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى اليهود وإلى العرب وإلى جميع الخلق، فهو رسول الخلق جميعا من يهود وغيرهم، فالخطاب للجميع. تريدون أن تسألوا رسولكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل من التعنتات التي سألها بنو إسرائيل وأصبحوا بها كافرين والعياذ بالله. ينهى الله جل وعلا هذه الأمة أن تتعنت في الأسئلة، ولا يسألون إلا عن شيء يحتاجون إليه، أما الأشياء التي لا يحتاجون إليها أو ليس لهم فيها فائدة فإنهم لا يجوز لهم أن يسألوا عنها، كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو ضعيفا ثم يكبر ثم يعود ضعيفا؟ ما لهم مصلحة في هذا؟ ليس لهم مصلحة في هذا، ولذلك لم يجبهم الله عن هذا السؤال، وإنما أجابهم بالفائدة قل هي مواقيت للناس والحج، أجابهم بما ينبغي أن يسألوا عنه، عن فائدة الأهلة وليس عن حقيقة الأهلة، لأن حقيقة الأهلة ما لهم فيها مصلحة، إنما مصلحتهم في الفائدة، فائدة الأهلة، فأجابهم بالفائدة ولم يجبهم عن سؤالهم عن أصل الأهلة وتكون الأهلة وتطورها ونقصها وزيادتها، هذا ما لهم فيه مصلحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في محضر من الأمة يقول أيها الناس حجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل من الحاضرين أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم كل عام عليكم الحج لوجب ذلك عليكم ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالأسئلة للرسول أو الأسئلة للعلماء إذا كانت لا فائدة فيها أو لا يحتاجها الناس فهي منهي عنها. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالله جل وعلا يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال. كثرة السؤال يعني الكثرة اللي مالها حاجة، أما اللي له حاجة الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال عما يحتاجه الإنسان في دينه هذا واجب، إذا كان لا يعلم يجب عليه أن يسأل عن أمور دينه، أما أنه يسأل عن الخلق وعن الأمور التي ليس له فيها مصلحة، لماذا خلق الله كذا، لماذا ينسخ الله بعض الآيات ويترك بعض الآيات، هذا لا داعي له ولا حاجة إليه. لماذا خلق الله كذا، لماذا قدر الله كذا، هذه أسئلة تعنتية لا يجوز سؤالها ولا يجوز الجواب عليها أيضا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ثم قال جل وعلا ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا فيه دليل على أن من تعنت على الله جل وعلا
واستنكر شيئا من أحكامه أو اعترض على شيء من أحكامه كالنسخ مثلا، من اعترض على النسخ على الله جل وعلا في أنه لماذا ينسخ بعض الوحي ببعض، لماذا؟ هذا اعتراض على الله وهذا كفر بالله عز وجل. ولهذا قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني يأخذ الكفر ويترك الإيمان، كما يتبدل الرجل السلعة، يأخذ السلعة ويدفع ثمنها الدراهم، هذا دفع، هذا أخذ السلعة وهي الكفر ودفع الثمن وهو الإيمان والعياذ بالله. من يتبدل الكفر بالإيمان، هذا دليل على أن من اعترض على الله في أي شيء وفي النسخ خاصة، لأن السياق الآن في النسخ، فلا يعترض على الله جل وعلا في النسخ الذي يجريه في أحكامه سبحانه وتعالى، وإنما الواجب التسليم والامتثال واعتقاد أن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة ومصلحة قد نعلمها وقد لا نعلمها، ففرضنا التسليم والانقياد وعدم السؤال. من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، سواء السبيل يعني الطريق الواضح، وسط السبيل، سواء السبيل وسطه، والمراد بالسبيل هنا سبيل الإيمان الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تبدل الكفر بالإيمان فإنه أخطأ الطريق إلى الله جل وعلا وضاع عن الطريق وترك طريق الجنة إلى طريق النار، ظل سواء السبيل، لأن الطريق على قسمين، طريق يوصل إلى الجنة وطريق يوصل إلى النار، فالذي يأخذ الكفر هذا أخذ الطريق الذي يوصل إلى النار وترك الطريق الذي يوصل إلى الجنة، ظل أي ضاع. الإنسان لما يكون يمشي مع طريق ثم أخطأ الطريق يقال ظل، يعني ضاع، وقع في الخطر. أما لما يكون يسير على طريق واضح فهذا سبيل السلامة والوصول إلى المقصود. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الإيمان به، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا ويقينا وعملا صالحا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورنا وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يعينهم على الحق وأن يدلهم عليه، وأن يصلح بطانتهم ويصلح نيتهم ويصلح أعمالهم، وأن يهدي حكام المسلمين في كل مكان. نسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعز من به عز الإسلام والمسلمين، ويذل من به ذل للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل هناك نسخ للقرآن بالسنة مع المثال، وماذا تنصح به طلبة العلم؟ نعم، ينسخ القرآن بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم
الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذا مثال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعذر الإنسان بجهله في التوحيد؟ لا يعذر بالجهل في التوحيد، لأن توحيد واضح، توحيد واضح في القرآن والسنة. من قرأ القرآن وقرأ السنة عرف التوحيد، فهو واضح، لا يعذر أحد بجهل. وإنما يعذر بالجهل من كان منقطعا، لم يبلغه القرآن ولم تبلغه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وصل إليه شيء، هذا يعذر. أما الذي سمع القرآن وسمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعذر في الأمور الظاهرة مثل التوحيد. قد يعذر في بعض الأمور الخفية التي تشتبه، قد يعذر فيها، لكن الأمور الواضحة هذه لا يعذر فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي دعوة وحدة الأديان؟ وهل يصح القول بأن الإسلام مزيج من الاشتراكية والمسيحية؟ الإسلام دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الله جل وعلا شرعه لعباده، وهو ما أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام، وهو وحي من الله جل وعلا، تشريع من الله، وليس هو مزيج من أنظمة البشر من الشيوعية أو الرأسمالية أو هذا كفر. اللي يقول هالكلام هذا كافر، هذا مرتد عن دين الإسلام. هذا معناه أنه يقول أن الإسلام ما هو بوحي من الله ولا تشريع من الله، وإنما هو مأخوذ من أنظمة الناس، مثل ما قال المشركون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وكما قال الكافر إن هذا إلا قول البشر، فهذا كفر بالله عز وجل. نعم. ولا وحدة الأديان، ما فيه وحدة للأديان، ما فيه إلا دين الإسلام، ما عداه من الأديان فهو إما منسوخ مثل دين اليهودية والنصرانية، وإما باطل أو الوثنية، فلا فيه دين إلا دين واحد وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ما فيه دين إلا الإسلام، ولا فيه وحدة أديان كما يقولون، هذا قول باطل. هذا معناه مساواة الإسلام بالكفر، يعني جعل الكفر والإسلام شيء واحد، وأنها متساوية، وأن الإنسان حر يعمل ما يشاء. هذا لا يؤمن بدين والعياذ بالله. القول بحرية الأديان هذا كفر، ما في حرية للأديان، ما فيه إلا الإسلام الذي أرسله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب تائب وعلي دين ولم أجد شيئا أسدد الدين، وأنا محتار في هذا الأمر، وما هي شروط التوبة الصحيحة؟ التوبة بابها مفتوح ولله الحمد، عليك أن تتوب إلى الله توبة صحيحة، وشروطها معروفة ثلاثة: أولا أنك تترك الذنوب، ولا تتوب بلسانك وأنت مقيم على الذنوب بل تترك الذنوب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تعزم أنك ما تعود إليها في المستقبل. الشرط الثالث أن تندم على ما حصل منك وتستغفر، ودائما إذا تذكرت الذنوب تستغفر وتندم، وإذا كانت المظلمة بينك وبين الناس الذنب هذا ظلم للناس، فالشرط الرابع أن تتحلل منهم، تطلب منهم المسامحة
أو أن تمكنهم من القصاص من نفسك، هذه أربعة شروط في توبة من مظالم العباد. أما فيما بين العبد وبين الله فالتوبة لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والعزم أن لا يعود، والندم على ما فات. وأما الدين إن كنت موسرا تقدر على السداد يجب عليك أن تسدد، ولا يجوز لك أن تماطل، بل الدين أمره خطير جدا لأنه حق من حقوق العباد ولا يسقط إلا بعفوهم ومسامحتهم أو إعطائهم حقوقهم، وإلا سيقتص منك يوم القيامة، فحقهم لا يسقط إلا بتسديده أو بمسامحتهم إذا سامحوا. أما إذا كنت لا تقدر على التسديد فالله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فتصبر إلى أن ييسر الله لك التسديد، لكن مع العزم على التسديد إذا قدرت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من الناس نراهم يصلون في المباني التي حول الحرم، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز الصلاة مع الإمام وبينك وبينه مسافات وطرق، ما يكون بينك وبين الإمام طرق ومسافات هذا يمنع الاقتداء، فلا بد أنها تتصل الصفوف وتأتي إلى المسجد إلى الحرم وتصف مع الناس في المسجد، ما تصلي في بيتك أو في مكان بعيد عن المسجد وبينك وبين المسجد مسافات وطرقات وفضاءات، هذا لا يصح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل اعتمر ثم تطيب ولبس ملابسه قبل أن يحلق وهو ناسي، فما هو الحكم؟ إذا كان ناسيا لبس ملابسه محرم وتطيب نسيانا ليس عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، وعليه أنه يكمل عمرته، لكن يخلع الملابس المخيطة، يخلعها ويغسل الطيب الذي تطيب ويعيد عليه ملابس الإحرام ويؤدي العمرة، يؤدي العمرة. نعم نعم. اقرأ. يقول السائل: أنا شخص اشتريت جهاز جوال 400 ريال نقدا. نعم. وبعته 800 ريال أقساط عن كل شهر 100 ريال، هل هذا البيع جائز أم لا؟ نعم، أعيد السؤال. يقول: أنا شخص اشتريت جهاز جوال 400 ريال نقدا، وبعته 800 ريال أقساط عن كل شهر 100 ريال، هل هذا البيع جائز أم لا؟ لا بأس بذلك، ما دام اشتريته وسلمت ثمنه وصار ملك لك، لك أن تبيعه بما شئت، لك أن تبيعه بما شئت. ولا ما في شك أن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر، بيع المؤجل يكون بزيادة عن بيع الحاضر، لكن ما تكون زيادة باهظة، تكون زيادة معقولة جرت بها عادة الدين وعادة الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل قاتل النفس متعمدا له توبة؟ وهل حد القصاص كفارة للقاتل؟ له توبة، القاتل له توبة، حتى الكافر والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها من القتل وغيره، فله توبة، لكن التوبة لا تسقط عنه القصاص، القصاص حق لأولياء القتيل، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا، وأما التوبة فهي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالتوبة تصح من القاتل فيما بينه وبين الله، ولكنها لا تسقط حق القتيل ولا حق الأولياء. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن قتل العمد تعلق به ثلاثة حقوق: حق الأول حق الله،
لأن القاتل عصى الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب سقط عنه حق الله سبحانه. والحق الثاني حق للأولياء، وهذا يسقط لأحد أمرين، إما بالقصاص وإما بالعفو. والحق الثالث حق للقتيل،